طيب، هو موضوع الصداقات بتسيبيها الأول؟ يعني إحنا بيبقى في مجموعة من السلوكيات المفروض الأم تمارسها مع أولادها في الفترة بتاعت سن، من أول مثلا سن 5 سنين وانتي راحة وهي بادية بقى كي جي وان والكلام ده. منها ان انا باجي بعرفها، بيبقى في محيط امن الاول في المكان، وبتتعرف على المدرسه، بتتعرف على كده، بسالها السؤال لما بترجع: مين صاحبتك اللي قاعده جنبك، اسمها ايه؟ لما باجي بنتي وداخله بيها المدارس، ده الكلام ده قبل 8 سنين وانا داخله الاول، بسيب الطفل هو اللي يتكلم: اسمك ايه؟ فيسكت، ما هو لسه، ما سيبيه، اديله فرصه. لكن تيجي تلاقي الام هي اللي ترد عنه: ده كذا ده كذا ده كذا، فخلاص اتعود ماما اللي بترد، مش رادد، انا مش عامل. طيب، موضوع الانطوائيه، انا اختاري بيئه او مجموعه من الصحبات القريبين من بنتك، اللي هم قريبين من فكرك، اللي قريبين من نفس التوجه اللي انت بتعمليه، نفس التوجه اللي انت بتتربي عليه بنتك، حد قريب من فكرك ومن تربيتك والايديولوجيه بتاعتك وسلوكياتك، وابتدي انك انت تعملي معاهم حاجه، تبعت لهم حاجه، تكلميهم: يا جماعه والله احنا عايزين نعمل كذا مع اولادنا، عايزين، ايه رايكم نتقابل بره مثلا في الوادي مثلا الجمعه الجايه، ولا ايه رايكم، مش عارفه نعمل كذا. المهم ان احنا نتجمع على ايه؟ نتجمع على خروجه يبقى البنات. انا شايفه البيت اللي انا هسيب بنتي مع بنتها فيه، وفي نفس الوقت بنكسر حاجز، انا مش عارف اعمل علاقات، فاحنا الامهات بنتكلم فندي كسر الحاجز. الامر الثالث والجميل جدا جدا، وانا بنصح بيه الامهات في فتره من 6 ل 9، محاكاه الحاله الاجتماعيه. يعني عارفين لو انتوا خصوصا بنات، يلا بقى جاي لنا ضيوف، ونبتدي بقى نقعدهم ونعمل مش عارفه الشاي، ونطلع اللطقم بتاعه المطبخ اللعبه ديت، ويلا هتعمل لنا الكيكه والشاي، ويلا اتفضلوا هنا صاحبتك وانا جارتك جايه عشان اعملك. لا، بنقعد في الكرسي ده ولا الكرسي ده، انا حتى بعلم اداب الزياره، وخبط 1 2، طيب انتوا بقى عندكم ايه؟ طب ماما قالت لك ايه؟ طب هو باباكي قال لك؟ لا، دي اسرار البيوت ما نتكلمش فيها، احنا نتكلم الحاجات اللي بينا بس. بعلم مهاراته، بعلم كلامه، بعلم فن الكلام، وبعلم حواره واداب الزياره، الزائر اللي يجي هيجي فين والكلام ده، ونبتدي نحاكي الامر ده، بحيث ان الاولاد يبقوا شايفين في خليه في دماغهم اتحطت اسمها مهارات اجتماعيه وكيفيه التواصل. وبعد كده سيبهم، انا عندي المجتمع الصغير بتاعهم العيله، وبعدين العيله الكبيره، وبعدين تجمعه العيله، وبعدين الناس اللي بره. حبه بحبه بتروح رياضه في النادي مع صاحبتها، بتروح السنتر مثلا كذا مع صاحبتها مين، وابتدي اتعرف واخلي البنت ذات نفسيه. بس الشرط، عشان بس تبقي فاهمه، الشرط انك تختاري صحبه لبنتك نفس توجهك وفكرك، ما يبقوش انت عماله تربي وتقولي وصلاه وهم عمالين يعملوا كلام تاني يضيع لك اللي انت بتربيه. شكرا دكتوره.